بونجور ميم، صباح النور. صباح اوفان اوفان، يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. اوفان جينا، يا عايش تقرب لنا للميكرو ولا بالحسن تحول على عين المكان باش نلقى لنا الميكرو. مرحبا بك بالحسن الفرشيشي، شكرا لك. عندنا كما قلنا بعد نسمعوا الجو والريتم مشتيح، لكن قبلها باش نحكيو على بيرسون توكسيك، الكلمه السحريه اللي وليت تداول برشا في عند التوانسه. عطينا ساعة ديفينيسيون نتاع بيرسون توكسيك، اقرب لنا شوية، خلينا نسمعوك بالبداية. موضوع مهم، اتاشي فو سانتور باش نسافروا، لك سورتو مع الحلول. مرحبا بك عفيفة، مرحبا بمستمعين غادي جمال الكل. الوغ اليوم باش نحكيو على لي بيرسون توكسيك وكيفاش نتعاملوا مع شخصية سلبية. دونك شكون هما الشخصيات السلبية؟ هما الناس اللي يجيو يقعدوا بحذاك تحسهم يمصوا لك الطاقة نتاعك، تلقاهم ما عندهمش تفكير ايجابي بالكل، ديما تلقاهم عندهم يعني طاقة سلبية اللي تلمون يبثوها لك لدرجة انك تحسهم يغرقوك معاهم في نقولوا احنا في المستنقع متاع الطاقات السلبية متاعهم. مالوغوزمون موجود منهم برشا. اي بور كومونسي احنا بعني قبل ما نعرفوا كيفاش نشوفوا كيفاش نتعاملوا معاهم، لازمنا نعرفوا شكونهم الانواع نتاع الشخصيات السلبيه هذوما. شكونهم فوالا الفو لي ديفينير. دونك هما فما برشا انواع، مي احنا توا باش نلخصهم في خمسه انواع برانسيبالمون. الوغ انا اول نوع اللي هو الشخصيه اللي ديما تتشكى نهار وطول، هما يتشكي تلقاهم يختاروا انهم يعيشوا في حاله الم على انهم يعيشوا في حاله فرح. امل حاله الم في صحيح فوالا تلقاهم نهار يكتبوا في الحروف شوف يلقاولك مش يلقاولك مشكله في وسط الحل، ما تعطيهم لا سوليوشن اي كمان يلقاولك في وسطها مشكله. تقام ينظر للعالم بسلبيه برشا، وزاد تحسهم معناها ديما مهتمين كين بالحاجات اللي فيها نيجاتيفيتي. تقام ديك معناها تبدا حكايه فيها حتى كين تبدا حاجه بوزيتيف، ديما هما يركزوا كين على نيجاتيف اللي في وسطها الكل، وديما يحكيوا على رواحهم يحكيوا على مشاكلهم. حتى كي تبدا تحكي على روحك هما ديجا يتبدل يبداو ياخذوا عليك الغلاف ويوليو يحكيو لك على مشاكلهم هما وعلى حياتهم هما. هذايا اول نوع اللي هما كما قلنا العباد اللي يلقاو لك مشكله سورتو الالف حال. دونك فما زاد الشخصيه الاستفزازيه. الوغ الشخصيه الاستفزازيه هذوما ناس تقام عندهم كلام جارح برشا يعني، ويحبوا سبحان الله موجود منهم سبحان الله كلامهم جارح. عندنا دايوغ مثل ليهم هما وحدهم، مثل قديم برشا، انا نحب الاستعانه بالامثال الشعبيه. بيان سور كل يجي يقول صح يقول لك الكلم ما تجيش هيك في المونتاج. اصبح الخير اصبح الخير بدل هيك فهمت فوالا تلقاهم كلمهم نعملوا حمله توعويه نحيهم بدلوا الكلمات والملافظ نتاعنا. كلمهم جارح برشا، كلمهم يستفز، يحبوا ديما يقزموا شخص اللي بحذاهم باش يظهروا هما رواحهم. مالوغوزمون يعني هما باش يحسوا ويشوفوا رواحهم حاجه كبيره لازم يقزموا الشخص اللي معاهم قاعه تقاول اللي مقابلهم. ساعات الشخصيه تلقاه لما الكل على فكره، وحاجه اخرى لما هو راه شوف هو ريت هذوما معناها لي كريتير نتاع الشخصيات هذوما راه ينجموا يكونوا موجودين في الناس الكل، مي افيك دي بورسونتاج معناها فما تلقاه عنده بورسونتاج طالع نتاع تلقاه عنده شخصيه استفزازيه بطريقه غير عاديه، تلقاه فما الاخر اللي جوست يشكي دو تون زون تون هكا يعني. فما كيما قلت لك انواع معناها حاجه اخرى تلقاهم ديما يحسوا اللي المعنى يترمي عليهم هما، يعني يحسوا المعنى الحديث عليهم. انت تبدا تحكي حتى على نيت ربي ولا حتى تو بارتاج، ناخذ اكزومبل تو بارتاج ان بوست عجبك على الفيسبوك فيسبوك الشخصيه هذا يرمي في المعنى اللي انا اذا يحب يحكي لي انا وتقام يدخلوا فك عرفتك الدوره نتاع الحكايات. بنوع اخر من الشخصيات اللي هو الشخصيه ما شاء الله موجود منها برشا، المحبه الاتباع. نقول احنا ناس تنسنس كي تقعد بحذاهم تحس روحك قاعد في حاله استجواب. قداش عمرك؟ شو اسمك؟ وانت شكون؟ كيفاش تعمل؟ وين تسكن؟ شنو تعمل؟ شنو كرهبتك؟ وين تخدم؟ وقتاش كملت قرايتك؟ مع شكون؟ شكون خطيب؟ تعرس ولا وقتاش تعرس؟ جيما اقرب لنا الميكرو رانا مركزين معاك شو نحكي لك يا امي. دونك هذوما تلقاك تحكي ما قلت لك تحس روحك معاهم في حاله استجواب. وفما زاد نوع اخر من الشخصيات اللي هما الشخصيه اللي تحب تقزم انجازات الغير، بمعنى انك انت كي تحكي لهم على هكا اكومبليسمون في حياتك ولا تحكي لهم على اوبجيكتيف تحب تعمله في حياتك ولا تو غيف هكا باش تعمل حاجه يجي يقول لك تي خزرت لي خلود يجي يقول لك تي محسوب تي بون فما والله شوف هو بي كل
اما هكا يخلق لك يعطيك الحكي نيجاتيف في الوسط الحاجه كل فكره نتاعك دوك هذوما سورتو با معناها احنا تنحكي كيفاش تعملوا اما هذوما ني سورتو با تحكي لهم لي غيف نتاعك على خاطر باش يعملوك نعمل احباط للعزيمه نتاعك ويخليوك توخر بريف دوك فما زيد كما قلنا شخصيه هذه فما شخصيه اخرى اللي هي شخصيه اللوامه اكل كتهز تليفون تسال علي اش بيك ما كلمتنيش انت واش بيك مشيت للبلاصه الفلانيه ريتك غادي ما قلتليش وينك وكيفاش وعلتقاه ديما تندم اصلا اللي جهزت التليفون باش تسال علي موجود منهم برشا في العائله موجود منهم في الاصحاب شوفوا نراو لي لو فيت لي انا هزيت التليفون وكلمتك ولا انت هزيت التليفون وكلمتني معناها ديجا حاجه محليه علاش تقعد تعدي لي بواسي عم تتلوم دوك هذوما خمسه انواع برانسيبالمون لخصنا شوي تخيلهم هذوما في زوج او زوجه موجود مالوغوزمون موجود تلقاهم في افكتيفمون اي دونك باش عبد ديجا حتى يتخوف مشاكل ما يقول لك نحير كيفاش نتعامل انا والشخص هذاك موجود في عائلتي دونك احنا دايوغ باش بور سوفي ان كوبل ساعه نبداو بالكوبل تمشي للعائله الكبيره وبعد الحياه الكبيره يزم هذوما كل ماهوش موجودين هو امبوسيبل باش نلقاو هذوما حاجات مش موجودين ديما فما اي انسان عنده حب الاتيلي يطلق اي حب اما كيما قلت لك درجات فوالا دونك تلقاه عنده شويه ميساج فما في حدود المعقول مقبوله خاطر ابخي تو اتون جيو عليش مقبوله الحكي احنا مازلنا في الانواع زلك انواع اخرى لا كملنا هما برشا كيما قلت لك ما لخصنا في خمسه انواع يزيك تو كيفاش باش نتعاملوا معاهم فوالا اما اهم حاجه نبداو بها انه احنا نرسموا الحدود نتاعنا مع الشخص هذاك بمعنى انه احنا رانا مانيش مجبورين باش نقعدوا نسمعوا الحديث نتاعو اوني با اوبليجي حتى كان يكون راهو شخص موجود في عائلتك ولا زوجك ولا ما عرفش خوك ولا تي با سونسي تسمع مثلا كي تحكي له على الغيف نتاعك انت ولا تحكي له على الاوبجيكتيف نتاعك مش لازم هو ايديال ما تحكيش ايديال ما خاطر اذا كان انت تعرف سورتو احنا حكينا شويه كيفاش نحددوا اذا كان انت حددت الشخص هذاك باش يكون نوع من انواع الشخصيات السلبيه ما تحكيلوش معناها من الاخر من غير ما تقعد تحكي له بغيت دونك احنا كما قلنا مانيش مجبورين باش نقعدوا نسمعهم باش نقول لك حاجه اي بيان سيلش انا انا هكا نخدم تلفزه راديو هكا اللي في قلبي على لساني بحذنا خلو الجسمي ما شاء الله قديش عندها طاقة إيجابية بسم الله ما شاء الله نغزلها كيف والله قد ما أنا متأكدة أنه اللي يسمعوا فينا حسوا أميمة من اللي يسمعوا فيها وحاسين خاطر أنا دايغة دي كلمة تتقالي برشا يقول لي نسمعوك ما ناس فما تعرفني من قبل أما يقولوا لي نحسوا بصدقك ولا نحسوا بصدق ضيوفك راهو تتحس كمل عزيزتي كمل وخلود تنجم تسألها في أي وقت مرحبا خلود كانت حب داخل مرحبا بك يا خلود كما قلت لك هنا معناها احنا سبغيت تنجم تكون طريقه جارحه شويه انه احنا نجيو نقولوا له مثلا عاش خوك امان من غير ما تقول لي كل حاجه هذيك راك توجعني كي تقول هيك ولا ماذا بيا ما تعطينيش رايك في الموضوع هذا نعرف اللي انت رايك هكا باش تحب تقول لي وكل مهم بالنسبه لي نحاولوا نكونوا هكا بطريقه رحيمه شويه خاطر ما ننساوش راهو بنيتهم لي بيرسون توكسيك راهم هما صارت لهم بروغراماسيون ريلمون مش الكل هما تولدوا دو ناتور اون بيرسون توكسيك صارت لهم بروغراماسيون من لونتوراج من اللي تتبعوا من الحاجات حتى اللي يقراوهم حتى ساعات كي تدخل حتى على الفيسبوك تلقى ساعات الاخبار السلبيه اكثر والحكايات اللي تافهه ياسر معناك نتاع هاو فلين شعمل وهاو فلين عمل تلقاهم موجودين بكثره دوك هذيك يخلي صحي دوك الفيت معناها كي تتعاود برشا تكرار يخلي العبد تتزرع في مخه الحاله هذيك ويولي يعيش في الحاله هذيك دوك نحاولوا نكونوا رحمين معاهم مي او ميم تون نرسموا الحدود نتاعنا في التعامل معاهم وحاجه اخرى نكونوا صريحين زاده معاهم يعني نقولوا وراك الحاجه اللي عملتها راهي ما تجيش اللي قلته لي توا راهو مش حلو كيما نجم يقبلها كيما نجم يقبلها صحيح يعني قلت لك نجم نكونوا جارحين شويه لكن هذيك باش يخلق له حاله حاجه صحيح فوالا هذيك اول حاجه ولا تعمل كيما قالت هي اللي ليميت وحدك وحدك معناتها ما تحكيش فلان ما تقعدش مع فلتين باش ما تجيبش لي زوند نيجاتيف هذوك فوالا ما تحكي لها مش كل حد تحكي له كل شيء يعني تعامل مع كيما نقولها لكل مقام مقال كل انسان تعرفوا كل انسان توكسيك تعطيه الحاجه نتاعو بلاصه نتاعو سي بون حجمه خليه في حاله اكزاكتومون ما تعطيش حاجه اخبار زايده باش تعرفوا باش يقعد يكسر لك راسك في الهذاك دونك كيما نقول زيد هما خاطر كي يعطيو حتى رايهم في حياتنا احنا ماذا بينا نكونوا معاهم صريحين نقول لهم راهو رايك اوكي يعطيك الصحه تعطيني رايك اما راهو انا ماذا بيا معناها راني كيما نقول احنا ما غير ما تدخل معايا في الديتاي هذوما نرجعوا كيما هنايا تدخل كل هذه في اطار رسم الحدود خاطر اهم حاجه في التعامل معاهم انك ترسم الحدود في التعامل معاهم حاجه اخرى ان ديما نتبسموا خاطر راهو لو فات لي انت عبد بدي احكي لك
في حكايه هو فك لي تاع نتاع غاتس بدي احكي لك وجايب مع دوك الانرجي وانت تتبسم ومحافظ على الطاقه نتاعك ومحافظ على الحضور نتاعك صح اش يصير هو يغزل فوالا باش يتعادلوا المساج كيما قلنا العقل اللاواعي نتاعه انه شو معناه ما يسون فو من كلامك سي ايفيكتيفمون دونك يولي بطريقه غير مباشره نخرجوا احنا نوعا ما من الحاله نتاعو يعني احنا نسميه هوني عاون روحنا عاون هو زيدك الشخص هذاك كيما حاجه اخرى نكونوا زيد ناضجين شويه ما نتسرعوش في الحكم عليهم مره اخرى علاش على خاطر هذوك ما ناس نعاود نقولوا رام صارت لهم بروغراماسيون ما نقولوش شبيه هو هكا لي نقولوا بون مسكين هو مثال شكل الانسان هذاك على غال تحط في اطار هذاك انا مش باش نخلي انا خير منه نسيم نقول احنا ديما انا خليني انا خير منه ونحن نصدروش على الاحكام كما قلنا احنا ونحاولوا ننسيسوا بشويه وهكذا نعيشوا في سلام نعيشوا في سلام ونحبوا ما تمشي الكلام تمشي في البلايص الكل راهو فمثلا كلمة كيفاش تبقوا في احياء شعبيه امبوسيبل صحيح لا فما احياء خاطر البلايص مثلا معناتها كيك سوا تلقاه في برشة ناس نيس في برشة عبيت تدخل في الديتاي نتاعك تعسى عليك حتى كان عنده خيرات ربي الكل عنده كل شيء يقولك ديما مع حاسب حكيتهم الكل انا عندي القاعدة السحرية باش تعيش في سلام تعيش في سلام وهدوء داخلي مع روحك ومع يلزمك تعمل دايرة ضيقة تبعدش برشة باش يعمل خلي يعمل كمش نتبع هكا ولا كوتش صحيح كمش نتبع وفريمون انت شو حافظ على وجهة نظر بتاعك واقعية كما نقولوا كما قلت انت مش مع الناس الكل صحيح تمشي تفهمي اما لو فات لي انت تجبد روحك تو اساي مش ما تقعدش مع الناس هذوما ولا حتى كين هما مسوك بكلم ديما تنظر انهم مساكن راهو صارت لهم بروغراماسيون ما عليهمش لوم مش اللي يصير لك وقتها انك انت تولي تعيش مع روحك ما تسامح هما ما تسامح ما يلزمكش تكرههم خاطر شوف ما فهميش علاش نكرههم نعاود نقول لك راهم هما عندهم ديفويت اللي نجموا راو شوفوا سي فري ينظر العالم سلبية اما راو كان يصير لهم اعاده توجيه نقولوا احنا راو ينجموا يتصلحوا ناس هذوما كيما احنا نصلحوا في روحنا اي اما اميمه لهنا مش تصلح كي نعاود نفس اللي قلتها الملاحظه اللي قلتها اسكو لا هو مفروض عليك ما لا ماكش مطالب بالبلاد احنا مانيش هو يقول لك هو حتى ربي قال لنا في القران عليكم بانفسكم ابدا ساعه بروحك مش عليك في الناس يعني انت ماكش مطالب ولا مطالبين احنا باش نصلحوا العاب توكسيك احنا هنا قلنا نحدوا الحل نعملوا الحدود نتاعنا مش ما يتعاديش الشخص هذاك حدوده ولا يمسنا احنا في نفسنا ونحافظوا على طاقتنا ونحافظوا على النظره الايجابيه نتاعنا للدنيا معناها خاطر سي امبورطون باش تقعد انت تغزى الدنيا بايجابيه ما تخليهمش ياثر عليك بطاقتهم سلبي. حاجة أخرى بربي ديك نحسوا الإنسان عنده هكا شوية معناها كالطاقة سلبية ماذا بينا نبعدوا ينقوموا بشاتيكم زادة تكنيك أخرى بهي باشا إفيكاس لفيت اللي يبدأ عبد إنسان يبدأ يحكي لك في موضوع خايب وانت ما عارفش كيفاش باش بدروحك يا ربي كيفاش ويحل سيء تقولوا ما عارفش حقا يخي مش هنا حليت اليوم قريت خبر هكا بدل السوجي مرة اثنين ثلاثة سيء ما عادش باش نكمل الموضوع سيء قصيت علي مرة اثنين ثلاثة حتى في يعني ذوما سيسون باغمي لي تكنيك دو كوتشينغ تقص علي هو دخل في الحالة هذيك انت تقص علي مرة اثنين ثلاثة سيء خرجته من الحالة اللي موندو فوالا دونك هذايا غروسو مودو كيفاش نتعاملوا مع شخصيات ولا اسهل ولا اوضح انا احسها الاكثرية قلة قناعة وقلة ثقة في النفس لا عادها الكوتش بحثنا تصلح لنا هي قلة ثقة في النفس اللي فات اللي يبدأ عايش في حالة سلبية صحيح. شوف هو قلة ثقة مش قلة تغيير تجب تكون عندها دخل قلة ثقة في النفس متصورش. احنا كما قلت لك راهي لا بروغراماسيون اللي فات اللي انت تحط انسان مثلا فيش سامحني كي قلت لك انا قلة ثقة في النفس انك مثلا ما نعرفش انا تقولوا انت باش نعمل ولا باش نكد ما عندك ما توصل ما عندك من تعمل هذيك نعم شخصيات فوالا صحيح تو في كلامك صحيح نعم الشخصيه مثلا اللي تقزم لك لي زاكومبليسمون ولا زيد قلت انت هبت ستاتيو ولا يقصد لي فيا انا هذيك زيد نحسها انا قلت هذيك تدخل في الشخصيه اسيتي افيكتيف ما قلت هو حدها قلت الثقه هذيا موضوع كامل يا خلود كبير برشا هكا نوصل لختام حلقتنا اليوم ختام فقره نوتر كوتش زهره نسلم عليك برشا قالت لي موجودين منهم الناس هذوما ما خلينا معاك انت تضحك ان شاء الله دائما الضحكه يا ربي وراهو يا كوتش الحياه تستمر الحياه تستمر وفما فيها برشا ما نقاوموا
على هذه الارض ما يستحق الحياه. فما برشا حياه مزيانه، برشا حاجات مزيانه. ميرسي بوكو كوتش، ترجع لنا تنحكيوا على الثقه ونحكيوا على مازلنا اليوم بيرسون توكسيك، حتى في بيرسون توكسيك مازلنا راجعين ان شاء الله. خلود قاسمي ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه، نورتونا وضفتونا اليوم ان شاء الله. هكا نوصل لختام حلقتنا اليوم.